لما تسمع الاغنيه كل دقيقه فيها يمكن تاخذ بين 400 و500 دقيقه في التنفيذ بالستوديو. دابا تنهضر على التسجيل، اما الاستهام صوره يمكن تاخذ حتى 2000 دقيقه. بما معنى الا كانت الاغنيه عندها 4 دقائق يمكن تاخذ حتى 8000 دقيقه ديال التنفيذ، وهنا تنتكلم فقط على التنفيذ وماشي على الابداع. المرحله الاولى هي الابداع. الابداع عندك واحد الهامش للحريه كبير، يمكن دير ابداع اغنيه في نهار، يمكن ديرو في عام، يمكن ديرو في 10 سنين. ولكن رغم هذا الهامش للحريه عندك واحد لي ستركتور خصك تحترمهم، تنسميهم المرمات، على مستوى اللحن وعلى مستوى الكتابه. على مستوى الكتابه خصك على الاقل يكون عندك ثلاثه الاقسام: المطلع اللي تعطيك الفكره العامه، اللازمه اللي هي بحال الجوكر تتقبط هذاك الطرف اللازمه وفين ما حطيتيه خصو يصلح لك ويكون عنده معنى، ثم الكوبلي. في اللحن ايضا خصك تعطي جمله تكون بسيطه لان الاغنيه موجهه الى الكل. عمليه الابداع تعتمد على الاختزال، لان زمان كان عندك وقت طويل، عندك 10 دقائق باش دير اغنيه، دابا لا، العصاره ديالك كلها خصك تعطيها في 4 ولا 5 دقائق، والا غتلقى مشكله في التسويق وفي البث. اذا انت خصك تعطي كل ما عندك في الابداع في 4 5 دقائق. المرحله الثانيه هي التنفيذ، وهي اهم مرحله باش ترجم افكارك الابداعيه وتخرجها الغنيه على ارض الواقع. التنفيذ نبداو بالتوزيع الموسيقي. شنو هو التوزيع الموسيقي؟ تيجي الموزع الموسيقي وتكتب لك واحد العشرات والعشرات ديال الالحان وديال الجمل الموسيقيه، حتى واحد ما تيشبه حتى الاخر، ولكن الاحساس العام هو اللي تيعطيك فكره اللحن بصفه عامه. تيمكن يكتب لواحد المجموعه ديال الالات الموسيقيه كل واحد باللغه ديالو. عندنا اللغه ديال لاكليد سول، لاكليد دوت، لاكليد فا، بحال نقول لك تتقرا في نفس الوقت واحد السطر فيه العربيه والفرنسيه والانجليزيه في نفس الوقت، وتوزع على الموسيقيين. تيدخلوا الموسيقيين للاستوديو كعائلات، يعني عائلة الوتريات بوحدهم تيسجلوا، يمكن ياخذوا نهار ولا يومين، الوتريات، النحاسيات، الايقاع، الكورال، يدخل المطرب، تنكملوا التسجيل وتندوزوا لعمليه الميكساج. شنو هي عمليه الميكساج؟ وتاخذ تكون عندك واحد 100 ولا 200 ديال لي بيس ديال لي تراك ديال كل حاجه سجلتيها بوحدها، حتى تعطيها لي فوليوم اديكوا، البهارات، كل حاجه A en rapport avec B, A en rapport avec C, C en rapport avec A. C'est واحد العملية طويلة جدا. لما تكمل الميكساج تنديروا الماسترين. الماسترين مولاها مختص في الفيزياء أكثر منه مختص في الموسيقى. عنده 5 لي بون ديال الموجات، وتيخص حتى موجة ما تدخل له في الأخرى. تناخذوا النسخة الرئيسية، ها الأغنية واجدة مسجلة. تنجيو للتصوير. الممثلين، المدير التصوير، المخرج، السيناريو، الناس اللي تيصوروا، السفر، تنصوروا تيخرج العمل. الا جينا نحسبوا هذه المرحله ديال التنفيذ غادي نلقاو بانه يمكن يخدموا فيها حتى 200 ديال الناس باش تسمع انت اغنيه. المرحله الثالثه والاخيره هي مرحله التسويق، ومرحله التسويق مهمه ايضا جدا، عندها علاقة بالموضوع. شنو هو موضوعك؟ لمن متوجه؟ واش مناسباتي؟ واش للشباب؟ واش للكبار؟ شنو المدة الطول ديالها؟ لما تاخذ النسخ، زمان كنا تنتحركوا حتى للإذاعات باش نعطيهم النسخ، وأنا تنعقل واحد المرة سافرت من دولة لدولة باش نعطي نسخة، دابا ولا كلشي إلكتروني، ولكن تزادنا اليوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي، هادشي لوحده اللي شي تفكر فيه يمكن يخدموا فيه 100 الناس، وذلك لصناعة أغنية. من بعد ما تنكملوا هذه المراحل الثلاث وتنبركوا على البوطون ديال بيبليي، الاغنيه ما بقاتش ديالك، ما يمكن لك تغير فيها والو. عموما انا اليوم عطيتكم المراحل ديال صناعه اغنيه محترفه. هي الاغنيه عباره عن وعاء، عمرها باش بغيتي وانت وجهك.